ابدا مالهاش جنب ابدا. الدنيا مقفوله على الغابه اللي بره والدنيا واقفه هنا. يلا ايه دلوقتي؟ في وجع جامد قوي يا دكتور. معلش هو عشان تأثير البنج بس بدأ يروح شوية كده. خلي الممرضة تديكي حقنة مسكن وإن شاء الله هتعرفي تنامي كويس النهارده. يا دكتور أنا عايزة أمشي، أنا مش جاية هنا عشان أنام. بكرة الصبح ميرفت إن شاء الله تمشي وتبقي زي الفل. على فكرة كويس قوي إنك جبتها بسرعة وما طلبتنيش، لأن الشظية جاية في مكان خطر جدا في رجليها. الحمد لله، ربنا يخليك لنا يا دكتور. الحمد لله، ألف سلامة عليك. ما تردش. لا ما ينفعش، مش عايزينهم يبتدوا يحسوا باي حاجه من دلوقتي. انت ايه لسه ما جاش يا ميرفت؟ ماشي اللي تشوفه. الو ايه يا زميلي؟ لا كله تمام الحمد لله لحقناها. بقول لك ايه، الله يكرمك اوعى تقول للمعلم اي حاجه لحد ما نرجع والدنيا كلها تتظبط. ها مش عايزين نخض الراجل، كفايه اللي هو فيه. ماشي يا اصلي، يلا سلامي لكل اللي عندك. سلام حبيبتي يا ميرفت، وحشتيني. ازيك يا بودة؟ مالك يا بت؟ ابعدي يا بودة، مش قادرة والنبي، مش قادرة، تعبانة. أنا فاكراكي متشالة عادي، مالك؟ متهورة يا بودة. ألف سلام عليكي. طب خشي على مهلك، على مهلك. ألف سلام عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك يا بودة. معلش لا مؤاخذة، بس بقالنا كتير ما شفناش بعض. ده سالك. سالك؟ سالك فين؟ ايه اصله ده؟ ايه يا بت؟ اسمه سالك. لا مؤاخذة بقى، القافية حكمت. دي بدرية، بس مصر كلها بتقول لها يا بودة. مصر ربنا ما يوريك ضريبة الشهرة، بس ايه؟ كله بالحب. وماله؟ مالك يا بت؟ مال رجلك؟ متعورة. وانت يا بت اتجننتي؟ في حد يضرب روحه بالنار كده؟ افرضي كانت الطوبه جت في المعطوبه، كنت هتعملي ايه ساعتها؟ يو يا بودة بقى، انا ما فكرتش، اصل انا قلبي وكلني عليها خالص، وحاسه كده بقى ان في ملعوب بيتلعب علينا واحنا مش فاهمين. كلمتوا المحامي اللي قال لكم عليه اللي ما يتسمم امريكاني ده؟ كلمناه. وقال لك ايه؟ ما بيردش. جربوا تاني، بس احنا في الليل واخره، اكيد زمانته نام. كلمناه من بدري 3 مرات، يبقى اكيد بيملص. ما تضايقيش نفسك يا بت، بكره اعرف لك الموضوع من اوله لاخره. ما تعرفيش هي راحت انهي نيابه؟ انا ما اعرفش اي حاجه وهتجنن عليها. بعد الشر عليكي يا بت، سيب الموضوع ده عندي. يا ريت، بس ازاي؟ شكلك كده بتنسى يا سالك. هي مش من شويه قالت لك ان كل مصر بتقول لها يا بودة؟ معاك حاجه تبات فيها؟ لا انا همشي بقى، لازم ارجع الفيلا الليله دي. المهم بس ان انا كنت اطمن على ميرفت انها تبقى بعيده عن امريكاني ورجالته. انا طلبت شويه عشاء، كباب وكفته كده، كل لقمه معانا واتكل على الله. لا لا بالهنا والشفا، فوتكم بعافيه. مع السلامه. ولا تلج، امورنا كبير. اجري روح هات لي الواد سالك عشان اغير ريقه على تعكيره، عشان يبقى يقفل التليفون في وشي ويستنطع وينام ويسيبني ملطوح في المطار ساعه من غير ما يرد عليا. واللي خلق الخلق لا خليه يمشي يكلم نفسه على الحركه دي. مستني ايه يالا؟ ما تروح تندهله له. سالك مش هنا يا معلم. يعني ايه مش هنا؟ بنت ميرفت عورت نفسها امبارح بالسلاح بتاع امها، وهو خدها جري بيها على المستشفى. عورت نفسها؟ وهي جرى لها حاجه؟ لا الحمد لله يا معلم، جت سليمه، بس الرصاصه رشقت في رجلها، بس خلاص كله تمام. الواد سالك كلمني امبارح وقال لي ان كله تمام يا معلم، مفيش مشاكل. دكتور مين؟ الله يخرب بيت اللي يصطبح فوق الشكر. دكتور مين؟ الدكتور يا معلم اللي بيجي لك هنا. دكتور زياد. الو، صباح الخير يا دكتور. معلش انا اسف ان صحتك بدري. العيال لسه قايلين لي دلوقتي على حكايه البنت ميرفت. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هي عندك في العياده مش كده؟ امتى؟ الساعه كام يعني؟ لا 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 معلش، مفيش حاجه، اطمن يا دكتور اطمن. مع السلامه. اصلا انا لسه واصل وما بصيتش عليها، كنت مسافر. الله يخليك يا دكتور، مع السلامه. مع السلامه. الولاد راحوا فين يا ابو رمله؟ مش عارف يا كبير. وعليكم السلام يا عم. الحمد لله على السلامه، قلقتنا عليك. مال دماغك يا زميلي؟ سلامتك يا سالك، ايه اللي صابك؟ قبل ما تقول اي حاجه يا معلم، انا موافق على اي حاجه تعملها فيا جزاتي على الغلطه اللي غلطتها دي. وانا مش مستنيك توافق ولا لا يا خفيف. اتكلم. امبارح البت ميرفت يعني. عارف، ولسه قافل مع الدكتور دلوقتي في التليفون، وعرفت انها بقت تمام التمام، وانكم مشيتوا من عنده امبارح بالليل الساعه 11:30. كمل من بعد كده. مفيش يا معلم، كنت جايبها وجاي على هنا اهو. اول ما وصلت طريق العزب الدنيا كانت هس هس. طلبت مني يعني ان احنا نريح 5 كده على جنب عشان رجلها كانت وجعها ومش مستحمله هزه العربيه. قلت ماشي، رحت واقف على جنب كده ونزلت اشرب سيجاره ولا مؤاخذه افك حصر. اول ما رجعت عشان اكمل لقيتها طلعت بايديها ونزلت على دماغي بعزم ما فيها بحاجه ناشفه. ما فوقتش الا بعدها بشويه حلوين كده. فوقت ولقيت نفسي مرمي على الارض، بس هي والعربيه بح. لا يا راجل، مش مصدقني يا معلم. انا كنت عارف انك مش هتصدقني. طب يمين بالله هو ده اللي حصل. كمل. مفيش، شلت نفسي بالعافيه لحد ما وصلت عند اجزخانه في اول عمار، ما انت عارفها يا معلم. طب ويمين بالله الدكتور اول ما شافني بل ما بقاش مصدق ان انا وصلت لحد عنده كده عادي يعني، بس الحمد لله هو عمل اللازم وخيطها لي. طب يمين بالله دماغي دي واخده 4 غرز. تعرف تكتم؟ تمام. ابو رمله. عمر يا كبير. امها عامله ايه دلوقتي؟ لسه في المستشفى. امان يعني؟ امان. تخرج بالسلامه ان شاء الله. طيب يا سالك، روح استريح يا ابني، روح نام عشان انت واخد 4 غرز في نافوخك. يلا يا ابني يلا. تمام يا معلم. يعني تروح الايام وتيجي الايام، ويوم ما اشوفك اشوفك كده يا ست الكل. الهي يا رب تتقطع ايده وتتخزق عينه بخرطوش من بتوع المظاهرات. هو مين ده يا بود؟ الجزمه الواطي اللي عمل فيكي كده يا مزه السنين. الهي يا رب يحرق قلبه. هتتحرق جتته كلها، بس على ايدي ان شاء الله. ايه الاخبار بره يا سالك؟ طمني. ولا يكون في بالك يا ست الناس، كله هيمشي زي ما احنا عايزينه واكتر. انا عارفه يا سالك ان انت واد جدع وبتحب ميرفت ومش هتسيبنا ابدا. انت وميرفت في عناية يا ام ميرفت. اوعدنا يا رب. لما تتلمي فكرك. ما حاولتش؟ حاولت بس ما فيش. ربنا يتوب عليك يا حبيبتي. من بقك لباب السما مزة السنين. كده يا ميرفت، كده يا حبيبتي، تضربي نفسك بالنار. حد يعمل كده؟ يا اما انا فداكي. سامحيني يا ميرفت، سامحيني يا بنتي. اسامحك على ايه يا اما؟ ما تقوليش كده. على كل حاجه يا ميرفت، كل حاجه. عكري الهباب اللي غرقتك فيه من يوم ما جسمك اتنحت، على الوقعة الهباب اللي أنا وقعتك فيها معايا في شغلي الأسود مع اللي ما يتسمى أمريكاني. على أسودتي عليكي، على ذنب أبوكي معايا اللي كنت بدفعهولك وانت يا كبد أمك مالكيش في كل ده أي حاجة غير إنك جيتي من صلبه. على كل حاجة يا مرفأ، كل حاجة. السيدة في ظهرك ياما، ما تجيبي سيرة الكلام ده تاني ياما. خلاص اللي فات مات بقى ياما، أنا ماليش غيرك. عارفة يا مرفت، أنا لما الرصاصة جت فيا ووقعت حسيت إن خلاص ساعتي جت. أنا فاكرة كل حاجة كانت حواليا، الزحمة، الزعيق، حليم المحامي وهو بينادي على الإسعاف، كل حاجة. بس الغريبة إن أنا ما كنتش خايفة ولا كنت بفكر في أي حاجة إلا أنت. خفت لحسن السر الإلهي يطلع من غير ما أشوفك يا حبيبتي وأحضنك وأقول لك سامحيني يا مرفت. حسيت ساعتها ان ربنا ممكن يغفر لي اي حاجه الا اللي عملته فيك، واللي عملتيه في نفسك خلاني اتوجع اكتر يا مرفت. شوف انا كنت بعاملك ازاي، وانت يا حبه عين امك عملتي ايه عشان تهربي من امريكاني الكلب وتجيني؟ امال لو كنت حنين عليك وربيتك بما يرضي الله كنت عملت ايه؟ ياه، ده ايه الحجر اللي كان ساكن في صدري بدل قلبي ده؟ بص يا سالك ومورستون ياسر، حالي اللي خده امريكاني ده كله بقى ولا يلزمني، وحتى الرصاصه اللي جت في يدي كمان خلاص حقها عند ربنا، لأن لولاها ما كنتش فقت من الغشاوة اللي كانت على عينيا دي. أنا عايزاك تحط الكلام اللي هقوله لك ده في بالك كويس قوي. إحنا عاوزين نعمل في أمريكاني اللي إحنا هنعمله ده عشان حاجة واحدة بس، حق بنتي ودمها اللي سال عشان تهرب من تحت ضرسه. زي ما ربنا سترها معاها ومعايا ان شاء الله هيخلينا نعمل اللي يجيب ده امريكاني في الارض ويجيب راسه في الطين. ليكي عليا، ساعتها هخليكي تدوسي على دماغه بكعب جزمتك، حتى لو دفعت تمن اللحظه دي عمري كله. فاهم يا واد؟ ماشي استقبل. حلو قوي. قولي بقى، انتوا قلتوا ايه للظابط اللي اسمه ايمن ده عشان اديكوا كل حاجه تخليه يجيب دغ امريكاني الكلب ده على حق؟ صباح الخير يا باشا. سالك يا باشا، سالك. يا اهلا وسهلا، الف سلامه عليك. اقعدي. الله يسلمك يا باشا. خير؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله لحضرتك يا باشا. اتفضلي. انا ميرفت بنت الست احسان اللي انتوا مسكتوها واتضربت بالنار وهي رايحه النيابه يا باشا. هو في حد في الاسم ده ما يعرفش ام ميرفت؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله بخصوص امريكاني يا باشا. طب ما تقولي، هو انا ماسكك؟ امريكاني هرب يا باشا. احنا عارفين انه هرب. اه بس انتوا ما تعرفوش هو راح فين. احنا ما يفرقش معانا راح فين او جه منين، لان مفيش حاجه قانونا على الامريكاني. بس انتوا يا باشا عارفين ان البضاعه اللي اتمسكت عند امي تبقى بتاعته. احنا متاكدين ان البضاعه بتاعته، لكن النيابه والمحكمه ما بتاخدش غير بالادله والاثباتات، وكل الادله والاثباتات دي كلها ضد امك. ولا انت شايف ايه يا عم سالك؟ يا باشا يا باشا، انا امي اتباعت يا باشا، امريكاني باعها، وانا وسالك بقى ما بقاش عندنا اي هم في الدنيا دي غير ان احنا نجيب داغه زي ما جاب ده. امي احنا سالنا على عمر بيه قالوا لنا في اجازه، واحنا بقى عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله له. كويس يا ميرفت انك انت جيتي، واي كلام عايزه توصليه لعمر بيه تاكدي انه هيوصل له عن طريقي او عن طريق الصاوي بيه. ماشي يا باشا، احنا عارفين أمريكاني فين، وعارفين كمان راح لمين، وعندنا معلومات كتير قوي ممكن تخليكوا تقبضوا عليه من غير ما يلاقي خرم إبرة يقدر يفرفص منه. أفهم من كده بقى يا عم سالك إنك أنت نويت تسلم المعلم بتاعك. يا باشا أمريكاني عمره ما عرفنا أي حاجة بخصوص شغله غير الحاجات اللي هو عارف إنها ما تبقاش خطر، وعمرنا ما عرفنا البضاعة دي بيجيبها منين ولا بكام بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي كان من حق أمي تعرفها هي الفلوس اللي بتخش والبضاعة اللي بيستلمها ويوزعها قطاعي. أيوة بس أكيد أمك تعرف أي حاجة عن اللي اسمه جاسم ده غير زياراته القليلة. عمرنا ما عرفنا عنه أي حاجة غير إن هو مش عايش هنا في مصر. كان بره يعني؟ لا يعني مش هنا. يعني القاهرة يعني؟ أيوة مش القاهرة، كان دايماً يجي لنا من البحر الأحمر. فين في البحر الأحمر؟ جنوب سيناء يا باشا أو حاجة زي كده يعني. إشمعنى يعني جنوب سيناء؟ يعني اصلك هو كان دايما بيجي بعربيتين كده نمرهم مكتوب عليها جنوب سيناء. انت ايه اللي خلاك تركز في حاجه زي كده يا سالم؟ لا يا باشا دي اخر مره بس اللي انا اخدت بالي فيها، لما كنت ناوي يعني اهبق من ليله امريكاني دي خالص، وكنت ناوي العب لعبه خبيثه كده علشان ابقى مع رجاله باسم من غير ما امريكاني يزعل. لعبه ايه بقى دي؟ خلاص بقى يا باشا قول له راح على ما فيش. ايوه يا باشا بس امي قالت لي اديك الفلاشه دي زي ما هي كده وانت هتفهم منها حاجات كتير قوي. فيها ايه الفلاشه دي يا ميرفت؟ انا ما اعرفش الفلاشه دي عليها ايه، بس امي قالت لي اديها لك وانت هتفهم منها كل حاجه. بصراحه كده يا باشا انا دماغي كلتني وقلت ابص عليها انا وسالك بس ما فهمناش منها اي حاجه، بس امي قالت لي ان الحاجات اللي عليها دي قديمه من يجي سنتين كده بس هتفيدك انت في حاجات كتير قوي. اللاب بتاعك معاك ولا في البيت؟ هنا ثواني هاته. تبص يا ايمن؟ تعالى يا سالك. ابص ما بصش ليه؟ واخدين بالكم من المساحه الزرقاء دي؟ يبقى عليها ميه او بحيره. لا لا ده شكله جبل او وادي. لا يا راجل دي زرقاء وفيها تموجه بالاسود. لا لا فضل عنده حق، ده السهم بيلف حواليها، لو كانت ميه كانوا قطعوها. الامريكاني طلع من القاهره على شرم الشيخ وبعد كده طلع على مرسى علم. يعمل ايه هناك؟ اللي بيراقبه ما يعرفش حاجه خالص غير انه كان قاعد في اوتيل كبير وبالليل خرج في رحله سفاري مع ناس من الاوتيل ومن بره الاوتيل. أكتر من كده ما أعرفش. يمكن يكون قابل حد في السفاري ده. وارد، بس هي دي المعلومات المتاحة. هي أمك خدت الفلاشة دي إمتى يا ميرفت؟ من زمان يا باشا. من زمان ده إمتى يعني؟ من يجي سنتين كده زي ما قلت لحضرتك، بس يوم ما ضاعت أمريكاني قلب الدنيا عليها، وكان هيجيب دخل كل الرجالة اللي بتشتغل معاه لغاية ما لقيوها. أمال هي خدتها تاني إزاي؟ دي مش الأصل يا باشا. أنا أمي عملت عليها واحدة تانية ورجعت الأولانية مكانها وبانت كده في الآخر أكنها اتنطرت منه. طب وهي خدتها ليه أصلا؟ كانت عشمانة تلاقي عليها حاجة تعرف منها البضاعة اللي بيجيبها بكام عشان تعرف هو بياكلها إزاي. ما لقيتش؟ ما لقيتش يا باشا عليها أي حاجة بس شالتها معاها. أيوه يعني هي فضلت شايلها معاها ليه؟ خافت يا باشا لرجالة أمريكان يلاقوها علشان كده خبتها في خزنة الصيغة بتاعتها اللي شايلها عند خالتي الله يرحمها. الخزنة دي فين يا ميرفت؟ عندي يا باشا، أنا سافرت وجبتها من عند خالتي واديتها لأمي وهي اللي طلعت الفلاشة بإيديها. الملف ده قديم. طب ما هو في واحد تاني، افتحها يمكن يكون في حاجة. أنا بعمل كده أهو. سينا؟ فعلا سينا.